خلاص يعني ما في الأماكن مفتوحة ما في كمامات. أنا قاعد أشوفك لابس كمام. متعود عليها لأني متعود عليها حتى تروح الجائحة بالمرة، حتى يقول إنه الإصابات صفر بالمرة. إن شاء الله مشيله ونتحرر من هالهم اللي إحنا فيه. أما أنا متعود عليها متعود عليها. والله الحمد لله، يعني زي ما تقول كان إحنا كنا في السجن شوي، الحين تحررنا. فلا تحس بحرية أكثر، يعني في راحة أكثر. الواحد أنا يطلع بدون قيود. أحيانا تلك الأيام نجينا نمشي نخاف والله يجينا دورية. الكمامة ما راح تستمر معك؟ لا الكمامة لا راح تستمر معي، خصوصا الآن إحنا داخلين على موسم الشتاء، فالحين أمراض الشتوية وكذا. بالعكس فرص هي خصوصا في التجمعات أو الأماكن المغلقة، ولبس الكمامة أفضل حتى لو يعني خفت الجائحة، يعني يحمي. لا قدر الله كنت ماشي من هنا أحد كحة وعطس يمكن يكون مصاب، فأحمي نفسي أفضل. يعني هذه العادة تعلمتها من جائحة كورونا لبس الكمام؟ هذا صحيح، من جائحة كورونا تعلمت، من جائحة كورونا. واحد ما لها سنتين وما شاء الله هو يستخدم الكمام، الاحترازات أصبحت داخلية داخل الشخص نفسه يعني. ف الله يكفينا شر هالمرض هذا. حقيقة الشعور الحمد لله، أول شيء إنه أن الله زال هذه الغمة اللي هي على يمكن الصغير قبل الكبير. في عادة صحية تعلمتها بجائحة كورونا وراح تلتزم فيها الأيام القادمة وعلى طول؟ ليست عادة واحدة، بل عادات كثير علمتنا النظام، علمتنا إنه الإنسان يهتم بنفسه سواء كان في بيته، في منزله، في عمله.